الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. مفاجآت بالجملة كلها هنشوفها بكرة ان شاء الله اثناء حلف اليمين الدستورية في مقر الرئاسة. وحلف اليمين الدستورية هتكون امام الرئيس قبل كمان المجلس النواب. تعالوا مع بعض نشوف هما مين الوزراء الراحلون، ومين هو ايه هو التشكيل الوزاري، مين اللي قاعد معانا ومين اللي مشي من الوزارة الجديدة، مين الشخصيات اللي هيتم توليها حقب جديدة او حقب وزارية جديدة ابتداء من غدا، لانه اول يوم لعمل الحكومة الجديدة هيكون بكرة ان شاء الله، لانه حلف اليمين هيكون بكرة ان شاء الله في مقر الرئاسة 3/7/2024. نقول لحضراتكم دلوقتي من هم الوزراء الراحلون، من هم الوزراء المتبقون، ومين اللي اعتذر، ومين الوزارات اللي تم دمجها، وايه الحكايه بالكامل بالظبط. ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. التسريبات او المعلومات بتقول انه حلف اليمين الدستوريه هتكون غدا ان شاء الله، بل بالعكس في كلام تاني كمان انه حلف يمين الدستوريه للمحافظين والوزراء هتكون في يوم واحد. كمان الكلام بيقول او بحسب المصدر المسؤول اللي سرب ده من الاعلام المصري او للاعلام المصري، بيقول انه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده حلف اليمين الدستوريه هتكون امام الرئيس اولا. وهنا يجي السؤال، هل ده قانوني ولا لا؟ ايوه طبعا قلت لحضراتكم قبل كده ده قانوني، لانه دي حكومه جديده بعد تقديم الحكومه السابقه لاستقالتها، فده عادي جدا. طيب ايه هو دور مجلس النواب هنا؟ هل دوره شرفي؟ الحقيقة لا، هيتم حلف اليمين الدستورية غدا امام الرئيس، وبعدها هيتم عرض البرنامج الحكومي الجديد لمجلس النواب بعد 20 يوم من حلف اليمين، وبعد كده المجلس يكون عنده جلسة برئاسة احد وكيلين المجلس، ويتم الاطلاع على برنامج الحكومة الجديد واعداد تقرير عن مدى رضائهم عن البرنامج، وده بيكون خلال 10 ايام اخرى بعد 20 يوم الاولى. وبعد كده بيعرض التقرير على المجلس ويبدأ التصويت على الأسماء المعروضة خلال 10 أيام أخرى، وبكده تكون المدة تتراوح ما بين 25 يوم لل 30 يوم من يوم تقديم البرنامج الوزاري الجديد للمجلس. طيب مين اللي موجود معانا؟ لا محالة، الفريق كامل الوزير. كمان حابة أقول لحضراتكم دي المفاجأة الأولى، إنه هيكون كمان نائب لرئيس الوزراء، يعني دكتور مصطفى مدبولي، ودي أول حاجة هيكون هو رئيس الوزراء معانا بعد ما تم ترشيح أكتر من اسم، وكانت من بينهم دكتورة هالة السعيد، وتم الاعتذار بعدد كبير جدا، واللي مكمل معانا رئاسة الوزراء هو دكتور مصطفى مدبولي، والنائب الأول ليه، وفي كمان نائب تاني كالحقبة الاقتصادية أو نائب اقتصادي، ولكن لم يتم الإعلان عن اسمه دلوقتي، ولكن النائب الأول ليه رئيس الوزراء هيكون الفريق كامل الوزير مع توليه أيضا وزارة النقل. كمان هيتم ضم وزارة النقل مع وزارة الصناعة في وزارة واحدة، وهيتولاها الفريق كامل الوزير. امتى الموعد لأداء اليمين الدستورية؟ زي ما قلنا بكرة إن شاء الله. القائمة اللي تم الإعلان عنها هي دي القائمة اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي، وهي دي اللي تم الإعلان عنها بحسب التسريبات للإعلام المصري. معانا دكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، والفريق كامل الوزير وزير للنقل ونائب لرئيس الوزراء، دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الإداري، محمد حجازي وزيرا للخارجية، محمد زكي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، محمد عبد العاطي وزيرا للري والموارد البيئية، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عمرو عباس وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صفاء شحاتة وزيرة للتربية والتعليم، محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، أمير سعد وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية بعد ضم الهيئة للوزارة. يعني كانوا وزارتين، كان عندنا وزارة الإسكان وكان عندنا هيئة المجتمعات العمرانية، تم ضمهم الاثنين وبيتولاهم أمير سعد وزيرا للإسكان، وسميت وزارة واحدة وزارة الإسكان. عادل جعفر وزيرا للداخلية، عادل نجيب وزيرا للتنمية المحلية، في أسامي كتيرة جدا جدا طبعا حضراتكم الأول مرة بتسمعوها، وفي من بين الأسامي دي رؤساء لبعض الجامعات، محمود المتيني وزير للتعليم العالي، وكان في تسريبات بضم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لبعضيهم وتسميتها بوزارة التعليم، بس من الواضح إن التسريبات دي غير حقيقية، لأنه إحنا معانا دلوقتي وزير التربية والتعليم محمود
المتاني محمود المتاني وزير التعليم العالي، ومعانا وزيرة التربية والتعليم اللي قلنا عنها قبل كده، عمرو عبد الوهاب وزيرا للزراعة، نورهان السيد الشيخ وزيرة قطاع الأعمال، غادة شلبي وزيرة للسياحة والآثار، محمود كامل عصمت وزيرا للكهرباء، ودي كانت وزارة تم إليها ضم 3 وزارات تانيين، يعني وزارة الكهرباء بقت مع البترول مع التعمير، 3 وزارات في وزارة واحدة، وهيتولى الحقبة دي محمود كامل عصمت. محمد عبد الدايم وزيرا للثقافة، وإيناس أبو طالب وزيرة للبيئة، وشريف فاروق وزيرا للتموين، ومحمود جبران وزير القوى العاملة، المستشار هاني الجعفري وزير العدل، وطه كرسوع وزير المجالس النيابية، أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف، مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أشرف مختار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أحمد كوجك وزيرا للمالية، أحمد الشيخ وزيرا للشباب والرياضة، وأحمد درويش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا كده عندنا حوالي 22 محافظ في التحريك الجديد. طبعا محدش يعرف يقول لحضرتك دلوقتي مين هم بقى المحافظين اللي قدرنا نحصل عليه وقلنا لحضراتكم هو حركة الوزراء. أما حكاية المحافظين دي هنشوف بكرة إن شاء الله يتم الإعلان عنهم في نفس اليوم ولا لا. عايزة أقول لحضراتكم دكتورة هالة السعيد تم ترشحها قبل كده لأنها تكون نائب لرئيس الوزراء، ولكن كانت من يعني آخر الأسماء فتم الاستغناء عنها وتم استبدالها بالفريق كامل الوزير. كمان عندنا عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد ما كان تم إلغائها. عندنا طبعا شخصيات كتيرة جدا جدا زي ما حضراتكم شفتوا، الناس كلها بتتكلم دلوقتي هل هيتم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس أولا أم أمام المجلس أولا، وفي ناس كتيرة جدا بتتكلم عن إنه كده هيكون المجلس دوره شرفي. لا خالص، دوره مش شرفي ولا أي شيء خالص، هيتم التصويت على الأسماء ولازم يتم الاتفاق عليها بنسبة 100%، ولكن الأسامي اللي موجودة معانا ناس كتيرة جدا بتتكلم عن إنها أسامي تقيلة جدا، ناس الحقيقة إلى حد ما ليهم وزن اقتصادي كبير جدا وخصوصا المجموعة الاقتصادية. فبكرة إن شاء الله هنشوف إيه اللي هيتم في حكاية حلف اليمين، هنشوف لما يتم حلف اليمين إيه اللي هيحصل بالظبط، بعد كده هيتم إرسال البرنامج اللي هيتم عرضه على رئيس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية، بعد كده هيتم إرساله لمجلس النواب، وإذا كانت في جلسة الجلسة دي لو كانت معلنة هنجيبها لحضراتكم. هنقول لحضراتكم مين الأسماء اللي تم الاعتراض عليها من أعضاء مجلس النواب، مين الأسماء اللي تم الاتفاق عليها بنسبة 80% ل 100%، لأنه من أول 80% بيعتمد الاسم مفيش مشكلة خالص. هنشوف مع بعض خلال الأيام اللي جاية اللي ممكن يحصل. بالنسبة لحركة المحافظين زي ما قلت لحضراتكم 22 محافظ هيتم تحريكهم أو تغييرهم بدلا من 27 محافظ، وهنشوف برضو هيتم الإعلان عنهم غدا ولا لا. اللي هو التسريب بيقول إنه هيتم حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية غدا للمحافظين وللوزراء، ولكن الحقيقة احنا بنستبعد ده تماما، من الممكن إنه يكون غدا هو تنصيب الوزراء فقط او توليهم حقب جديده او حلفهم لليمين الدستوريه، ومن الصعب شويه انه احنا نشوف بكره ان شاء الله برضو موضوع التحريك المحافظين او تعيين المحافظين الجدد. هو ده كل اللي تم الاعلان عنه في الاعلام المصري عن الوزراء الجدد. بكره ان شاء الله هنكون موجودين مع حضراتكم طوال اليوم لحد ما نشوف ايه اللي حصل بالظبط، ايه اللي من التسريبات كان حقيقي وايه اللي ما كانش حقيقي. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لاي حد من حضراتكم وقدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده، وانتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ان شاء الله على خير، هنتقابل في فيديو جديد، في امان الله.